مرحبا بجمهور هيبا بريس داخل المغرب وخارجه. اليوم في لقاء خاص معنا الفنان الكبير قادر جابوني. قادر جابوني مرحبا بك هيبا بريس. يسلمك خويا الله يخليك. قادر جابوني الجمهور المغربي بيعرفك اكثر. انا الجمهور المغربي راني قريب ليه دائما ودائما معاه في حفلاتي ودائما معاه في الاغاني تاعي. الحاجه اللي يحب يعرفها عليا الجمهور المغربي انه انسان الحمد لله قدرت الحق وانتوشي الاحاسيس تاع الناس اللي يسمعونا والناس هكذا من خلال الاغاني تاعي. واش يمكن نقولوا ان الفنان قادر جابوني كيعتبر المغرب بلده الثاني؟ بيان سور اكيد انه انا عايش احنا بين الجزائر والمغرب والمغرب دائما كان بلدنا الثاني ونحس روحنا على راس فيها ونحس روحنا بين شعبنا وبين اهلنا تاعنا الحمد لله يا ربي. مؤخرا الفنان قادر ظهرت واحد الموجة غنائية اللي ولات كتنافس الفن تاع الراي. واش نقدر نقولوا انه الراي كيساير هذه الموجة؟ بالنسبة للموجات انه انا نؤمن بانه كل واحد عنده جمهوره وكل واحد عنده الستيل تاعو ومدام واحد عنده الستيل تاعو ناجح فيه والناس هم يحبوه بهذا الستيل يكمل في هذا الستيل مهما يكونوا موجات وخد اخرين يكونوا ديزوتر ستيل وخد اخرين في اي بلد هذه كاينه وفي اي ثقافه من ثقافات سواء الاوروبيه ولا هنايا تخرج موجات. هذه تخرج دائما تخرج موجات هكا من الفنان اللي يقاردي الستيل تاعو يقاردي الطريقه تاعو في التعامل مع الجمهور تاعو وفي طريقته في اختيار المواضيع راح يكون دائما ناجح ودائما يكون قريب من الجمهور تاعو. الجمهور المغربي كيتسنى ايمتى يشوف شي دويتو من الفنان قادر جابوني وشي فنان مغربي؟ وي كاين ديو قريب ان شاء الله مع الزينه الدوديه قريب ان شاء الله. الديو اللي يعتبر الديو الثاني بعد نجاح الديو الاول اللي خدمناه كيف كيف سينا نديرو في هذا 2017 باش نوجدو عندي وقت ثاني وقريب ان شاء الله يكون في الاسواق ان شاء الله. جديد الفنان قادر جابوني؟ جديد رانا نوجدو اغنيه تحت عنوان وعلاش. اغنيه راح تخرج سينجل مع الكليب تاعها ان شاء الله عن قريب ورانا في صدد تحضير الالبوم ان شاء الله البوم 2017 ان شاء الله. كلمه للجمهور المغربي. ربي يخليه لينا ان شاء الله وربي يحفظه لنا وتجور ان شاء الله نقدموا حاجه مليحه باش نكونوا تجور قراب ليه وتجور يتبعنا من خلال الاغاني تاعنا وربي يحفظهم ان شاء الله. شكرا جزيلا.